جورج تنت إذا نقرأ مذكراته يقول أنا أول ثاني يوم عندما دخلت البيت الأبيض وأنا أحمل معي الأوراق التي تثبت أن القاعدة هي التي قامت بهجمات 11 من سبتمبر الإرهابية، وجدت أمامي أحد المستشاري وزارة الدفاع يقول لي أن العراق سيدفع ثمن هذا. يعني كانت هناك نية مبيتة يعني لموضوع غزو العراق حتى قبل أحداث 11 من سبتمبر. هذا ما قرأته في الكتب يعني، وخصوصا بوب وودورد اللي هو معروف يعني في كتاباته. ويعني هذا تعليقي، يعني هو ليس الموضوع مجرد قناعة. وبعد ذلك كله لم يجدوا أسلحة دمار شامل. وتنت يقول لا توجد لصدام حسين علاقة بالقاعدة، بالعكس أيديولوجيا لا، ليست هناك أي تقارب بينهما. هل لديك من تعليق حول هذا الموضوع؟ نعم، أنا أتفق معك أن الدليل الذي يربط صدام حسين بالقاعدة لم يكن موجوداً. كان هناك بعض التقارير، واحد أو اثنين من تقارير الاستخباراتية تقول أن هناك علاقة، ولكننا جميعاً الآن نقول أنه لم يكن هناك روابط. فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل، إذا ما تضمنت كل الأسلحة للدمار الشامل، ليس فقط الذرية ولكن كذلك الكيميائية والبيولوجية، حيث في الحالة الأولى كانت هناك برامج بيولوجية وكيميائية يقوم بها صدام حسين. وقبل أن نغوص عميقا في هذا النقاش، علينا أن نتذكر أنه بالعادة ما يقال في واشنطن دي سي أن أول شخص يقوم بكتابة كتاب هو الذي يكتب التاريخ، وجو تنت كان لديه عدة أسباب لكتابة هذا الكتاب، وكتابه بدأ غير متسقا بطرق كثيرة مع حقائق أخرى أصبحت معروفة بعد ذلك. بوب وودورد هو أيضا مؤلف مشهور، ولكنه حتى هو لديه بعض عدم الاتساق أيضا في الحقائق التي يقدمها. أنت طرحت نقطة مهمة جدا، بالتأكيد كانت هناك مجموعة في تلك الإدارة، المشروع للقرن الأمريكي الجديد، التي كانت تؤمن أن أجندة الحرية التي يتم جلبها إلى الشرق الأوسط يجب أن تتم، وكان هناك الكثير من الأصوات في القرارات في ذلك الوقت.